كل ولايات الوطن وجموع المصلين توجهوا صبيحة اليوم منذ الصباح الباكر إلى المساجد. ننتقل بكم إلى جنوب الوطن وعودة إلى ولاية الوادي. ابتسموا في وجوه الناس ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تنتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الأغر وفي هذا اليوم المبارك. وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا وعودوا إلى ربكم سبحانه وتعالى وافرحوا بيومكم هذا وأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى لأننا في أيام ذكر الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لكم وهنيئا للمجتمع الجزائري وهنيئا للأمة الإسلامية والعربية جمعاء. فعيدكم مبارك وعيدكم سعيد وكل عام والأمة بخير وكل عام والمجتمع الجزائري بخير وفي فرحة وفي سعادة. اللهم يا رب ألف بين قلوب عبادك. اللهم يا رب ألف بين قلوب عبادك. اللهم يا وترفع فيه راية الإسلام. اللهم يا رب في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم المبارك نسألك نصرا مؤزرا لإخواننا المسلمين، نسألك فتحا مبينا لبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم فلا ناصر لهم إلا أنت، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا ولا مريضا الا شفيته، ولا ضالا الا هديته، ولا متخاصمين الا اصلحت بينهما يا رب العالمين، ولا متخاصمين الا اصلحت بينهما يا رب العالمين. اللهم يا رب ولا غائبا الا رددته، ولا سائلا الا اعطيته من خيري الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا المسجد المبارك الا وقد عفوت عنا يا ارحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا وقد عفوت عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. فهنيئا لكم مجددا وعيدا سعيدا مباركا. إذن أجواء روحانية من داخل مسجد الهداية بولاية الوادي جنوب الوطن.